يا حسرتي، المحل مفحم تفحيم، بده مال قارون لحتى يرجع مثل ما كان. يا حوينت التعب. معلش تقبرني، معلش. كل المصاريف في قصر مايتك، المهم نحن بخير دخيلك. مو بس المصاريف في قصر مايته، كل شيء بهذا البيت في قصر مايته الكبير. بشير استنى. ولا حرف ولا حدا يحكي معي كلمة، ها؟ واصلة معي لفوق. مو هي الحقيقة؟ لو عبر محاضرات لازم نحط القرش فوق القرش ونشد فرامات. انت شو عملت من هذا كله؟ شو عملت؟ طلعت اعراضها شخفتها مثل الحمير ليله كامله ببلاش مشان حضرتك تتفاخر بالاصول. ونحن حاضرين. حطتنا اللي فوقنا واللي تحتنا، لك بيعتنا ذهبات نسواننا مشان تصلح محل، واخر شيء يحترق كله يروح. مين حرقوا المحل؟ تعرفوا مين حرقوا؟ تعرف مين حرقوا المحل؟ هو بيعرف. طلع بعيونهم وقول لهم مين اللي حرقوا المحل. طلع بعيونهم الزلمه اللي حضرتك خربت لهم ولدته. الزلمه اللي خليتنا نوطي على رجلين بوسه مشان يطالعك من الحبس ونعمل عزا امنا ساحه لحتى تعتذر منه وتبوس راسه. بس لا تخاف، انت بيطلع لك. انت الكبير اللي رجلك فوق راسنا وبتمون علينا كلياتنا. هاشم انت. هاشم هاشم فيك هاي سرمايتك على راسنا. بس وقت الحزن واللذة، مين بلوت العيلة يا حزرك؟ مين الفاشل؟ بشير. مين العواطلي اللي رجعك مليون سنة لورا؟ بشير. قبل ما تعيب على الناس يا استاذ، روح شيل لهي الولدن اللي براسك. ولد! لا 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 يا 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 فل. هي الولدنة هي اللي قاوتك جوا البيت وطعمتك خبز وعلبة كرامة يا حقير. اضيع عليك. ان شاء الله يا عاشق. بشير بشير. يا الله بشير. بشير. يا الله بشير. يا الله بشير. اعوذ برب الفلق.